أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. جاءني قائلا: أنتم تقولون إن هذا الكون خلقه الله، والسؤال: من خلق الله؟ قلت له: إن الله ليس مخلوقا حتى نطلب له خالقا، أما نحن فمخلوقون. لكن سؤالك يشبه أن تقول إن الطباخ هو الذي يطبخ الطعام، فمن يطبخ الطباخ؟ أو أن الخباز هو الذي يخبز الخبز، فمن يخبز الخباز؟ كل ما بالغير ينتهي إلى ما بالذات. كل شيء مملوح تقول: مما هذه الملوحية؟ يقال لك أنه من الملح. لكن هل تسأل من أين جاءت الملح بالملوحية؟ هي ذاتية بالنسبة إليها. ربنا عز وجل هو الذي خلق الخلق وليس مخلوقا. قال: لا تقولون إن كل موجود يحتاج إلى خالق. قلت: لا، نحن لا نقول إن كل موجود يحتاج إلى خالق، نقول كل مخلوق يحتاج إلى خالق، كل مصنوع يحتاج إلى صانع. أما الذي ليس مصنوعا وليس مخلوقا فلا يحتاج إلى خالق أو صانع. والسلام.